توزعت مواهبها بين الرياضة والتمثيل والتقديم الإذاعي. بروين جمان نشأت في كنف والد يأكل خبزه من مهنة الإعلام مصورا، حيث تتابع معه لحظات التصوير وكواليس المونتاج. بروين تتخرج اليوم ضمن آخرين، ويمثل احتفالها معاني البراءة والأمل بغد مشرق لها والأخريات، فيما دعا مختصون في مجال رياض الأطفال إلى ضرورة تحديث الرياض وتزويدها بالمعدات الحديثة لخلق جيل مسلح بالعديد من وسائل العلم والمعرفة. جمعت بين مواهب شتى من تقديم البرامج والتمثيل إلى حب الرياضة وفنون الإلقاء. بروين جمال هاشم نشأت في كنف والد يأكل خبزه من مهنة الإعلام مصورا بقناة الشروق الفضائية، فهنا كانت بروين تحتفي بتخرجها في روضة ماما حبيبة بمدينة كوسي بولاية النيل الأبيض، روضة شكلت لبروين وآخرين منارة لتلقي معارف علمية وتربوية وإبداعية، إبداع تنثره أمام الجميع هنا ببراءة ومحبة. ولا تستمع يا يابا وليهم مكة اليابة، نأكل كسر بيموية ونحمد ربنا الجابة، هذا تكتير أصلا جات وجبال ولا حلم نابة، تتذكر زمان يابا تنقلقل من البنجل، ويوم في الحلم نجد العيد ونفرح بيه كل جديد وسعيد. أنا تعلمت حاجات كثيرة من ناس حبيبة، القرآن والنشيد وتعلم والحديث. ويأتي هذا التخريج في ظل حوجة ماسة إلى رياض الأطفال لكونها تمثل حاضنة تربوية لصقل مواهب الصغار في مجالات مختلفة، ما ظل يشكل قناعة للعديد من الأسر السودانية بأهمية التعليم قبل المدرسة بالنسبة لهؤلاء الأطفال تربية وتعليما ومعرفة. الحمد لله رب العالمين، الأمهات والأباء اقتنعوا كله إنه الرياض مهمة وإنه أطفال لازم يخشوا الروضة أول قبل المدرسة، وهي باعتبار إنها تمهيدي للمدرسة، وبتعلموا فيها كثير، بتعلموا فيها الأدب، بتعلموا فيها الاحترام، بتعلموا فيها التعامل، بتعلموا فيها الأدعية، بتعلموا فيها حاجات كثيرة بتفيدهم لقدام، ومنها بيحفظوا جزء من القرآن الكريم بيساعدهم في المدرسة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، الأمهات والآباء كلهم اقتنعوا بإنه الروضة مهمة بالنسبة للطفل. وتزخر الولاية بعدد مقدر من رياض الأطفال، فهي وعلى بساطتها قد تسهم في تدريب اللافعين على أساسيات القراءة والكتابة وتعاليم الإسلام وغرس القيم الفاضلة، بشيء قد يمكن من تنشئة جيل مسلح بالعلم والمعرفة. بصراحة جدا البرامج التربوية من ضمنها الرياض، رياض الأطفال من البرامج المهمة جدا، أن إحنا بقينا نتعلم من أطفالنا كل يوم، يعني كل يوم نتعلم حاجة، فدور المعلمات والمربيات في البرامج بتاعت الرياض مهمة جدا جدا. أنا بصراحة جدا بشيد بدور بيقوموا به المعلمات والمجموعة بتاعت الرياض. ومع قرب الانتهاء من عام دراسي لمرافق التعليم قبل المدرسة بالعديد من ولايات البلاد، دعا مختصون إلى أهمية مواكبة رياض الأطفال للنظم الحديثة المستخدمة لتوصيل رسالة التربية والتعليم بهدف تقديم أجيال قادرة على إحداث تغيير منشود في السودان. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوسي.